كتير. ربنا يخليك. خلينا في البدايه نجاوب على اسئله الامهات. أوكي. احنا المدارس خلاص تقريبا بكره، امهات كتير فعلا بتبقى محتاره تبتدي منين. لو الشعر ناعم اعمل فيه ايه، ولو الشعر كيرلي او الستايل الجديد اللي امهات كتير بتبقى مبسوطه بيه، أوكي، نعمل فيه ايه برضه؟ الشعر اولا الشعر الكيرلي او الليس تمام، لازم احنا الاثنين بنلمهم مظبوط في المدارس. لكن لازم نبقى في حته العنايه بيه. لكن الشعرايه ليس طبعا لازم بتتلم بطريقه صحيحه تمام، لان في امهات بتلم الشعر بطريقه بتخنق الشعر بيه وبتفضي الشعرايه من قدام، تلم المدارس بالذات، لان دايما الناس بتخنق الشعرايه من قدام. حتى في ناس دايما بتقول الشعرايه تقيل من ورا وخفيف من قدام، من قدام. وده راجع للرابطه الجامده قوي اللي الام الشعر هي اعتقادا منها ان انا عايزه احافظ عليه اطول وقت يكون ملموم وما يهش، من خاصه في المدرسه. طبعا ده غلط، فبتمسك قوي الشعرايه. طبعا ده غلط، لازم يتلم بحاجات خفيفه خالص. لازم انواع الكريمات او السيروم اللي تتحط على الشعر لازم تكون الشعر يستحق ان هو يتحط له دوت او لا. الشعرايه اللي مش محتاجه سيروم او محتاجه اي حاجه هو بيتلم لمه كويسه بيبقى حلو. الشعرايه الكيرلي بتبقى محتاجه ان هي تحط لها سيروم، لان الشعر دي دايما بتهيش او دايما بيبان فيها التقصف او بيبي هير. بس طب حلو، عايزين برضو نمسك الموضوع من اوله. اوكي، من عمر قد ايه لقد ايه؟ طبعا في زيوت كتير جدا، انواع كتير قوي في السوق، انواع شامبوهات مختلفه. الام دايما بتسمع وصفات، جيبي كذا شعر بنتك هيبقى كويس، خاصه لو بنتي لو هي بنتها استخدمته وجه شعرها عليه، وما بنبقاش عارفين ان كل طبيعه شعر مختلفه عن الثانيه. صحيح. طيب من امتى نبتدي نستخدم الزيوت حتى لو زيوت طبيعيه؟ حلو قوي. طيب اول حاجه بس الناس دايما بتشتغل بالطريقه البلدي، يعني الامهات ممكن واحده صاحبتها تقول لها انا استخدمت لبنتي كذا اعمله لها، حقيقي. ممكن واحده تانية تقول لها طب حط لها الزيت دوت او هاتيه من عندي كذا، وصفه من العطار، وصفه من عن طريق الانترنت. صحيح. طيب اول حاجه من اول ما تتولد او الولد او البنت بالذات كمان، من اول ما يتولد لغايه 6 سنين ما بيتحطش اي حاجه خالص، من اول سنه لحد 6 سنين ما بنحطش اي حاجه، لان ربنا خلق لنا طبقه دهنيه اللي هي بتفرز الدهون في الشعر اللي هي بتغذيه وبتطوله وبتعمل حاجات كتير في الشعر تمام. لما بنيجي نحط زيوت زي مثلا لما جبنا مثلا يعني نجيب زيت اكل او زيت عربيات حتى، لو حطيناه في الشمس بيأكسد، بيغير لونه وبيغير شكله خالص. مظبوط. ده اللي بيحصل فوق الشعر. ده بيأكسد فوق الشعر، بيخلي الشعر يغير لونه، يقصف، يلزق، يعمل حاجات كتير قوي. يعني الزيت ده قصه مش مستحبه اصلا. مش مستحبه، ممكن نستخدمه بس زيوت معينه، وبعد كده ده ليه فترات معينه وبيتحط حوالي 2 ساعة بس على الشعر وبعد كده بيتشال. طب معلش خليك معايا، انا بتكلم بلسان حال الامهات. اوكي. يقولوا لك ازاي يعني انت بتقول كده؟ دي في وصفات طبيعيه، زيت خروع على زيت زيتون على زيت لوز، مجموعه زيوت مختلفه بتبقى طبيعيه واصليه، واحنا لما نجيبها ده هيغذي الشعر ويطريها. الكلام ده فعلا مظبوط ولا ممكن مش حقيقي خالص؟ مش حقيقي. زي ما احنا قلنا برضو ان الشعر ربنا خلقنا ان بيبقى في طبقه دهون الشعر بيفرزها، وهو ده اللي بيغذي الشعر، ده اكتر حاجه بتغذي الشعر. حلو قوي. غير كده لا، الزيوت ديت لما بتتحط بتمنع طبقه الدهون دي تفرز نفسها وبتقف خالص، بعد كده بتشتغلي بالزيوت. حتى في امهات كتير لما بتبدا تحط زيوت بعد الغسيل لو ما حطيتهوش الشعر مش بيرضى يتسلك، الشعر بيهيش، الشعر بيقصف، الشعر بيحصل فيها مشاكل كتيره. وفي امهات بتستخدم الزيوت مجرد وسيله للتسليك، يعني انا عشان شعر بنتي ناشف. دي الوسيله السهله اللي هي تحط زيت الشعرايه نعمت قدامها، مفيش تقصيف بعين، مفيش كلام ده، تسليك بسرعه، كل الكلام ده طريقه سهله جدا وطريقه فاشله جدا. لازم لا خالص، لازم نستخدم شامبوهات معينه للاطفال. هو شعرهم ربنا خلقه ان هو بيفرز الدهون ديت لوحدها، احنا لما بنحط زيوت بنوقف الكلام ده خالص وبنضر الشعر. طب من غير ما نقول اسامي منتجات، حضرتك قول لنا ايه الماده اللي لازم ما نستخدمهاش لو الشامبو فيه الماده دي، نبعد الشامبو يبقى ده. يبقى خالي سولفيت. خالي سولفيت. خالي سولفيت. اي شامبوهات في السوق، في شامبوهات كتير في السوق حاجات كويسه جدا في مصر. اي حاجه خالي سولفيت او خالي كيميكال خلاص اوكي. خاصه للاطفال. للاطفال. هو ده طبعا برده مستحب للكبار. طبعا هو للصغار او كبار طبعا، بس يعني الطبقه يعني السن دوت بالذات بيبقى محتاج نشتغل معاه بحاجات حساسه، لان عشان ما ندمرش الحاجات اللي بتفرزها الشعر. طب معلش قول لي بقى المنتجات اللي موجوده في السوق خاصه للاطفال من غير ما نسمي شركات، ده فعلا بيبقى فيها سلوفيت واحنا مش عارفين؟ لا بتبقى خاليه سلوفيت. في في شركات حقيقيه لا خاليه سلوفيت خالص، وشامبوهات كويسه جدا. حلو جدا. طب الامهات اللي بتبقى عايز تعمل في المناسبات
لولادها بيبي ليس سوار ده ممكن لو مره واحده يضر ولا مفيش مشكله؟ لا مفيش مشكله ما دام الصالون هي بتروح واثقه فيه وعارفه ان هو بيعرف بيتعامل ازاي مع الاولاد خلاص اوكي.